ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة للفقرة الطبية. إزاي أخس من غير ما مناعتي تضعف؟ ده مهم جدا. دايما معظم الناس بعد رحلة الدايت بيحصل لهم مضاعفات. مضاعفات تانية خالص زي البشرة البهتانة، أو إن الشعر لا قدر الله يقع، أو إن الضوافر تبقى ضعيفة، وإنه بيتعب من أقل مجهود، ما بقاش زي الأول. طيب إزاي بيقول إني هكسب صحتي لما أخس؟ هل السؤال ده أو هنشوف له حل النهاردة؟ هنعرف إزاي النهاردة مع ضيفتي مشرفاني نوراني في الاستوديو، دكتور سالي فيكتور، خبيرة التغذية العلاجية لدى شركة On Target Pharma. يا ترى هنخس ازاي بقى يا دكتور سالي؟ هنخس ان شاء الله. وعايزه صحتنا تبقى كويسه، ولا عايزه يجي لي هبوط، ولا يجي لي بهتان في بشرتي، ولا يخمول. على فكره ده بيأثر كمان على الاطفال. في اطفال أكيد. كمان لما امهاتهم بتحاول تديهم اكل صحي بس تقلل لهم شويه، بيبداوا حبايبي برضو يحصل لهم حاله الخمول والهمدان، وساعات لما بيبقى وقت الدراسه بيأثر عليهم بشكل سلبي. اكيد. عايزين بقى تقول لنا بدايه كده، عشان بما اننا داخلين على الدراسه بقى وده مهم بالنسبه للولاد قوي، نتفادى ازاي الفكره دي مع اولادنا لو هم محتاجين نظام، او نساعدهم ازاي بحيث يبقوا برضو بينزلوا بس بشكل امن، ما ياثرش على تركيزهم على تحصيلهم الدراسي. دي حاجه مهمه قوي بالنسبه لنا كلنا، فقولي لنا بقى. هنقول بقى. انا عايزه اعمل دايت صحي. كويس. دايت بشكل صحي. حلو قوي. يعني انا هخسر دهون مش هخسر عضلات. مظبوط. فدي مشكله قوي، يعني دايما الكونسبت ده بيبقى يعني لحد ما، يعني مش كل الناس عارفاه، او مش كل الناس يعني عارفه الفرق ما بين ان انا اخسر دهون وان انا اخسر عضلات. في فرق ان انا اعمل دايت صحي، انا باخد وجباتي كامله، في الوجبه دي فيها كل العناصر الغذائيه اللي انا جسمي محتاجها، فيها بروتين، فيها كربوهيدرات، فيها نشويات، فيها فاكهه، فيها كل حاجه، بس بنسب محدده وبكميات معقوله علشان جسمي يستفيد منها طبعا، لان جسمي محتاج كل العناصر دي عشان يكون ينمو بشكل صحي. صحيح. وفي نفس الوقت انا برضو مش عايزه ادخل جسمي نسبه عاليه من الدهون اكتر من اللي هو محتاجها علشان ما يخزنهاش، وابتدي بقى ادخل في السمنه وان انا زايده في الوزن وكل حاجه. وقدر كمان اتخلص لو بعمل دايت بقى من الدهون المتخزنه بالفعل. بالظبط. ففي فرق كبير ما بين انا اعمل دايت مثلا حتى لو هو قاسي شويه، او مثلا عشان عايزه انزل وزن، او مثلا وزني زايد بشكل كبير، وفي فرق ما بين سوء التغذيه او ان انا ما اكلش كويس واحرم نفسي اصلا كده بعمل دايت. فطبعا الفرق ده مهم كبير. قوي يا دكتور. اكيد طبعا الفرق ده كبير جدا. انا بعمل دايت، طبعا في حاجات كتير في الدايت احنا ممكن لحد ما نمنعها شويه او نقللها، نقننها، نخليها بكميات معينه قد الجسم محتاجها، بس انا مش همنعها لان انا جسمي برضه محتاجها. فلكن لما يعني لكن لما بحرم بقى نفسي وباخد حاجات صغيره مثلا بعتمد في الدايت ان انا هاكل فاكهه بس، هشرب ميه بس، هعمل مش عارف ايه، كل دوت بيخلي جسمي يفقد عناصر غذائيه كتير. همنع بقى كارب ودهون وحاجات، ودي جسمي محتاجها بنسب بسيطه طبعا، محتاجها عشان دي مصدر اساسي للطاقه في الجسم. فده هيخليني ادخل في مرحله ان انا جسمي فقد كل المعادن وكل الفيتامينات والمينرالز اللي هو محتاجها، فدخل في مرحله سوء التغذيه. لما بدخل في مرحله سوء التغذيه انا بخسر عضلات. فانا لما بخسر عضلات مع ذلك ان انا مناعتي بتضعف، وابتدي بقى ادخل في مراحل ان انا هيجي لي فقر دم او انيميا، او وده طبعا هيترتب عليه ان انا هبقى تعبان وخملان وبشرتي تعبانه وفي هالات سوداء تحت عيني وشعري بيقع وضوافري بتتكسر وكل الحاجات دي. ده برضو بينطبق على الاطفال اكيد، وبينطبق عليهم بشكل كمان مضاعف، لان هم كمان حبايبي مجهودهم بيزيد في وقت الدراسه، اكيد بيبذلوا مجهود. ودي مرحله أكتر. نمو ذهني بقى ومرحله نمو، وكمان بيبذلوا مجهود عضلي اكيد في البريك او في المدرسه. في المدرسه اكيد. طبعا يعني احنا اولادنا كلنا طبعا بيبقوا اشقياء وعايزين طول اليوم يبقوا اولادنا. طبعا ليه يا دكتور قلتي طبعا؟ اولادنا كلنا انا مش هراجعك في الكلمه دي. يعني هو طبعا الاولاد بيكونوا اشقياء وبيكونوا عايزين بعد المدرسه، بيبقى عندهم يعني غير طبعا التحصيل الدراسي بيبقى في بريك، وعايز اجري وعايز العب وعايز اروح النادي وعندي تمرين وعندي 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 وعندي. صحيح. في مرحله الاطفال انا كمان في هرمون مهم جدا اللي هو هرمون النمو. انا ببقى محتاج ان الهرمون ده يكون زايد علشان اولاد يكبروا بشكل صحي، ينمو، ما يبقوش، ما ياثرش على العضلات، ما ياثرش على العظم، ما ياثرش على الاسنان. كل الحاجات دي طبعا اللي بيفرق فيها الاكل بشكل كبير جدا، نوعيه الاكل بالظبط. فانا لما يكون طفلي
مثلا مليان شويه في الوزن، انا عايزه اعمل له دايت اساعده علشان برضو السمنه هتاثر عليه اكيد بشكل كبير. حاجه امنه يا دكتور، مش حاجه برضو تضره بالظبط. فانا لما باجي لما في امهات بيتواصلوا معانا ان هم مثلا اولادهم في مرحله سمنه او ما قبل السمنه، او مثلا زايدين في الوزن شويه، والموضوع بدا ياثر عليهم على صحتهم، على نفسيتهم، على ادائهم الدراسي وادائهم الذهني، كل الحاجات دي طبعا بتاثر بشكل كبير. فاحنا في البدايه خالص احنا طبعا لازم زي ما بنقول كل مره ننظم اكلنا كويس، ما نحرمش نفسنا من كل الاكل، بس في نفس الوقت انا باخد دايت صحي متوازن معتدل، في نسبه بروتين وفي نسبه كارب وفي نسبه من النشويات وفي سكريات وفي كل الحاجات، بس بالنسب اللي انا جسمي محتاجها. احنا في بعض طبعا يعني في معظم الحالات او يعني في حالات كتير احنا بنساعدهم دايما بكورسات مكثفه من الشركه عندنا، بنساعدهم على حسب طبعا الحاله، على حسب الوزن، على حسب الطول، على حسب هو محتاج يخس قد ايه. فانا كل بيشنت بيتواصل معايا في الشركه احنا بناخد منه هيستوري كامل، بنشوف تاريخه المرضي، بنشوف وزنه دلوقتي وطوله، هل في اسباب للسمنة، هل هو مثلا مشكلة أكل بس، ولا هو عنده أمراض، هل هو هي وراثة، هل في حاجات تانية بتأثر على الوزن، وابتدي أحدد لهم نظام الأكل المناسب ليهم وطبعا الكورس المناسب ليهم. كويس. في الأطفال احنا طبعا بنهتم جدا ان الكورسات اللي احنا بنديها الأطفال تكون كورسات طبيعية 100%، ما تأثرش على صحتهم، مصدر طبيعي، مصدر طبيعي أكيد، وما يأثرش على نموهم، ما يأثرش على أدائهم في الدراسة او ادائهم في العادي في الطبيعي يعني. ففي في الغالب احنا دايما مشكله الجوع عند الاولاد ان انا طول النهار جعان، وان انا نفسيتي بقى بتروح للسكريات، مامي عايز فرايز، مامي عايز سكريات، مامي عايز طول الوقت سويت شوكولاته طول الوقت، حاجات كتير. وده هيخليهم كمان جعانين اكتر يعني. انا لما ادي له سويتس بعد نص ساعه هو عايز السويتس تاني للاسف، لان هي الحاجات دي امتصت بسرعه، فعلت معاه هرمون الانسولين في دمه، وفي نفس الوقت هو مشبعش، هو هيجوع كمان، هي اديته هايبر كده او باور هايبر في وقت انطلق فيه، بعد كده هيجي لي بعد شويه خلاص انا جعان تاني فعايز سويتس تاني عشان الهايبر تبقى اكتر. طب اخد دي شويه، طب اخد دي اخد بصي مكعب بسيط، وأنا مش عارفه بس السويتس بالذات الشوكليت دي الا في اول اليوم، ما بحبهاش في اخر اليوم خالص، انه بتخليه هايبر زياده. دي حقيقي. ربنا يخلي كل الناس اطفالها يعني. احنا دايما بمشكله الجوع او ان انا عايزه اخلي طفلي يحب الاكل الصحي او يبقاش جعان طول اليوم، ما يبقاش خملان، لان طبعا في مرحله الدايت بيكون في دايما خمول وهمدان غصب عنه طبعا، يوم دراسي طويل مرهق ومحتاج طبعا يحل الهوم وورك ومحتاج لسه يروح التمرين، فلسه اليوم طويل. فانا لو بدات معاه في اول يوم دايت قاسي ما اديتلوش كل العناصر الغذائيه، هيتبهدل مني في اخر اليوم، هيبقى تعبان وعنده خمول، مش هيدي بقى اي حاجه، مش خالص من الطاقه بتاعته، مش هيقدر يعمل اي حاجه. ده حقيقي. ده حقيقي بالظبط. احنا بنساعدهم دايما بكورسات مكثفه، وبنساعدهم اكتر بكورس الاناسيليوم او كويس. الياف الاناسيليوم. الياف الاناسيليوم احنا طبعا هي الياف طبيعيه 100% من بذور طبيعيه اسمها بذور السيليوم الشقراء، حتى نسبه نقائها في البرودكت عندنا 99%. ما شاء الله، ما فيهاش اي امبيوريتيز، ما فيهاش اي مواد كيميكال، ما فيهاش اي مواد ممكن تاثر يعني على شوائب ولا اي كيميكال ولا اي حاجه من اي نوع. بالظبط، مش هاثر على المخ، مش هاثر على النقلات العصبيه اللي في جسمه، مش هتاثر على لخبطه الهرمونات اللي هتحصل في جسمه علشان ينمو بشكل صحي. ده بالعكس الالياف دي هتساعده كمان. بالظبط. احنا كمان في الاناسيليوم بالاضافه للالياف ان هي بتمتص الميه وهتحسسه بالشبع، هي فيها كمان نسبه 50% من فيتامين سي. الفيتامين ده مهم جدا طبعا، الناس كلها عارفه ان فيتامين سي مهم جدا للحرق ومهم جدا للجسم وبيساعد في المناعه، فيعني انا هبقى ضامنه ان انا بدي طفلي حاجه يعني مدعم كمان فيتامين سي. بالظبط، هبقى بدي طفلي حاجه امنه 100% وحاجه مش هتاثر على جسمه ومش هتاثر على الهرمونات اللي في جسمه. كويس. الالياف ديت هتمتص الميه، هتنفش في المعده او هيتضاعف. بالظبط، اكتر من مثلا 15-20% ضعفها، فده هيخليه حاسس ان هو شبعان فتره طويله، بس في نفس الوقت هو مش تعبان، هيروح مدرسته عادي، هيعمل هوم ورك بتاعه تمام، هيروح النادي يشوف التمارين بتاعته تمام، فهيبقى صحته كلها تمام جدا جدا. ده غير بقى كمان ان احنا عارفين الامهات دايما في معركه قبل اي دواء، انا اخد الدواء، احنا داخلين معركه دلوقتي. بالظبط، ممكن يكون طعمه مش متقبله، بس هو هنا الاناسيليوم طعمه حلو، الاناسيليوم طعمه حلو مصاصاغ يعني. بالظبط، فالاطفال هتحب طعمه جدا، مش هيرفضوه، بالعكس هتاخده قبل الغداء وقبل العشاء كمان. حلو ده.
فهيتقبل طعمه وهيحبه وهيقول لمامي لا انا مبسوط من بتاعه، مش حاسس ان هو بياخد دواء، فبرضو انا مش باثر على نفسيته، بقول له انت لازم تاخد الدواء علشان تخس، عشان انت مش عارفه عندك يعني كل الحاجات مشكلته دي، حاسس ان هو عنده مشكله. صح بالظبط. طيب بالنسبه بقى للتواصل، انتوا بقى بتتابعوا حاله زي دي مثلا ام بعتت لكم عن طفلها انا هبدا الكورس خلاص واخدت خلاص يا دكتور الكورس وطلبته، بتبداوا بقى بيبقى المتابعه ازاي بقى يا دكتور؟ يعني قول لنا كده حاجه عن متابعتكم. انا عارفه ان الفريق اللي بيرد بيبقى كلهم ما شاء الله دكاتره يعني. بالظبط. احنا عندنا فريق طبي متكامل في انتارجت فارما، ودي حقيقي حاجه يعني بتميزنا جدا. احنا بنتابع مع كل ام، بنرد على كل استفساراتها، بنقول لها كل المعلومات اللي هي محتاجه، ازاي تقدم للطفل وجبات صحيه، ازاي تقدم للطفل اكل صحي، ازاي هيكون ان هو يخس معانا بشكل مظبوط مش هياثر ابدا على جسمه او على نموه. فاحنا بنتابع مع الامهات، لان طبعا الطفل يخس ده بيبقى قرار من الام، فاحنا لازم نوعيها بكل حاجه عن جسم طفلها، عن الاكل اللي هي بتقدمه له، عن الوجبات اللي هو بياخدها في اليوم. وطبعا بنشرح لها كل حاجه عن الكورس، كل الانجريدينت اللي في الكورس اللي عندنا، كل التفاصيل، الكورسات يعني ممكن الدكتور مثلا ايدي بيحب حاجات معينه تدوها بدائل كويسه صحيه ليه فتساعدوها اكتر ان هي تبقى افكارها احسن. بالظبط. كويس قوي. الاطفال عندهم دايما حته ان انا عيني بتاكل قبل معدتي، فانا لو الاكل شكله مش عاجبني انا مش هاكل. فدي عند اولادنا احنا دايما امهات بتقول لنا انا بحط له اكل جميل وهو بيحبه. بيقول لك في الكنترول الكبار كمان يا شيخ. والكبار. تمام صح والله فعلا. بس الاطفال فعلا ممكن يبقى ملوش دلوقتي قابليه انه ياكل ويشوف شكل الطبق يبقى جميل. على فكره ممكن يبقى طبق فيه متقطع الجزر بطريقه معينه، الفلفل دي بتاعتك بقى يا شيخ. دي بتاعتك يا شيخ. ايه ده الله، انا ممكن ينقنق ياكل فيبدا او تفاحه، حاجات صحيه بس يعرف يتقبلها بشكل حلو. واحنا كمان مش هنقول لهم احرموا اطفالكم من الاكل، احنا بالعكس احنا بنديهم كل، هنديهم بروتين، هنديهم فراخ ولحمه وسمك وكل الحاجات دي، بنديهم نشويات طبعا، بنديهم نسبه سكريات مثلا لا حطي له حته شوكليت كافيه عشان هو النهارده اكل الوجبات بتاعته مظبوط. فكل الحاجات دي كمان مع الكورس هتخلي ان هي هتشوف ان هو عمل نتائج حلوه وسريعه وخس بشكل صحي وممتاز، وده طبعا ما اثرش على تحصيله الدراسي في المدرسه، ما اثرش على نشاطه في النادي والتمارين، وكل الدنيا كلها بتكون مظبوطه بنسبه 100%. ده حاجه هايله جدا. طيب قولي لي بقى يعني ايه، انا عارفه ان انتوا كشركه بتحبوا دايما يعني تحلوا المشكلات اللي ممكن تصادف بعض الحالات، ممكن تبقى حالات نفسيه يعني حد اتاثر قوي فتره، ما هو في ناس لا قدر الله بيبقى مرت بازمه نفسيه وحشه فتعرضت لحاله من الاكتئاب فراحت تخنت زادت في وزنها. الحالات اللي زي دي دكتور بتتعاملوا معاها ازاي؟ احنا للاسف في دراسات كتيره في مصر اثبتت ان في حالات كتيره من السمنه في مصر بتكون بسبب حالات نفسيه. مش يعني بسبب حد لا قدر يتعرض لاي ظرف ازمه بقى ضايق على المستوى النفسي. حقيقي. فالدراسات اثبتت ان في ناس كتير في مصر وزنهم زايد بسبب مشاكل نفسية مش بسبب لخبطة أكل خالص، إن في ناس وهي زعلانة بتاكل كتير أكتر. وهي مش حاسة، يعني إحنا دايما بنسمع يعني لفظ كده أنا مفيش غلي في الأكل. فدي حاجة إحنا دايما بنسمعها في الشركة. صحيح. والفريق الطبي عندنا عانى منها كتير. والله بس بتحلوها إزاي دكتور؟ إدينا التعامل معها إزاي بقى؟ بتعملوا إيه؟ احنا في الفريق الطبي عندنا في الشركه احنا بنتعامل مع الحاله مش بس بنديها كورسات انها تساعدها، احنا بنهتم ان احنا نتابع معاها اول باول. تدعموها كمان. بندعمها نفسيا بشكل كبير جدا، يا ترى النظام النهارده عملتي ايه؟ طب التزمتي قد ايه؟ طيب معلش لو لخبطنا شويه، طب نرجع تاني، طيب خسيتي قد ايه؟ طب وزني نفسك مثلا ونشوف مثلا خسيتي قد ايه الاسبوع ده؟ خسيتي 5 كيلو برافو نكمل. فاحنا طبعا بنهتم بالحاله النفسيه للبيشنت او اللي بيتواصل معانا بشكل كبير جدا، فده بيحسسهم يعني الى حد ما في الفه وفي صحوبيه، فبياخدوا طبعا ناحيتهم معانا وبيحسوا ان هم خلاص يعني لا في امل وفي بوش كده احنا بنديه لهم، فطبعا ده بيساعدهم كتير ان هم يخسوا، بالاضافه طبعا للكورسات المكثفه اللي احنا بنديها لهم والكورسات والاكل طبعا، فده بيخليهم يعني بيساعدهم جدا في نفسيتهم وبيساعدهم ان هم كمان يخسوا. طب ناخد شروق يا دكتور من قليوبيه ونرجع نستكمل الحديث. ناخد شروق. اهلا يا شروق. الو. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيف؟ عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك انت يا شروق يا جميل؟ بخير الحمد لله. انا معجبينك جدا، بحب اتابعك جدا واكلك حلو جدا. يروح قلبي، ده يعني شرف ليا متابعتك يا حبيبه قلبي. عاملين ايه اخباركم؟ الحمد لله يا جميله. قولي لنا لو ليكي بقى اي سؤال اي استفسار كده يعني ناخد رايك كده.
من ناحيه قولي لنا، احنا النهارده بنتكلم مع دكتور سالي على، قلنا يعني على الاطفال او الكبار او الناس بتتعرض لشويه مشاكل نفسيه بتزيد وزنها، فبنتكلم على الانسينيوم، حاجه طبيعيه وامنه بالنسبه لاطفالنا يعني وبالنسبه للكبار، فقولي لنا بقى، عايزه تشاركينا بحاجه او عايزه تسالي سؤال قولي لنا. لا اكيد طبعا، انا جربت كورس الانسيليوم. انت جربتيه؟ تمام. طب قولي لنا تجربتك بقى كانت ايه؟ كنت انا متابعه مع الدكتوره شيماء، وخدت كورس، شفت كورس الانسيليوم على النت وجربته، واللي هو خسيت عليه 22 كيلو في شهرين. ما شاء الله ما شاء الله. بس انت كنت مجتهده اكيد يا شروق. اكيد طبعا. صح يعني. ايوه اكيد. طيب الوزن الزايد برضه بيبقى بقى حاجة مؤذية طبعا للمختلفة، عشان كده الواحد لازم يتابع بقى، واكيد بعد مجازفات كتيرة وواحد حاول دايت كتير وحاجات كتير ما كانش بينزل، فلازم بقى. بس بصراحة المنتج، انا حرقي وحش جدا، فالمنتج ده يعني ساعدني كتير يعني. طب الحمد لله. ان انا اخسر وزن كتير. انت مكملة عليه ولا لسه يعني هتكملي؟ لا مكملة عليه. مكملة يعني. انت هتكملي، انت لسه عايزة تنزلي تاني؟ اكيد. طيب طعمه ايه بقى؟ قولي لنا كده احساسك، بتحسي بايه؟ يعني انت كنت بتاكلي الاول كتير، كانت مشكلتك في انك بتاكلي كتير ولا كان ايه المشكله؟ لا انا مشكلتي حابب يعني، انا لو كلت بسيط الجسم ما بيحرقش اي حاجه. ما بيحرقش كويس. لذيذ برضه. فهمت. هي مشكله حرق مش اكل. فهمت تمام. طيب وفرق معاكي؟ ساعدني كتير يعني. حبيبه قلبي. طب انت عايزه توجهي اي رساله، عايزه تقولي اي حاجه؟ طيب بشكرهم طبعا، وبشكر الدكتوره شيماء اللي انا متابعه معاها على متابعتها، والنتيجه اللي الواحد وصل لها، وعقبال الباقي ان شاء الله على خير. يا حبيبتي بشكرك على مداخلتك يا شروق، جدا شكرا ليك يا حبيبتي، ان شاء الله توصلي للي انت عاوزاه. طيب يعني هي حاله اهي، وتابعت مع دكتور شيماء. هي مجتهده. هي مجتهده. هي واضح بتقول لك حاجه بتضايقني جدا، مشكلتها في الحرق. بس بصي كويس ان الواحد يحط ايده على المشكله اللي عنده، دي حاجه مهمه، ان انا بعرفه نقطه ضعفي فين واتعايش مع، يعني اتعامل مع الموضوع. ده حقيقي. لكن اقعد انكرها بقى واحاول اتملص منها، ولا انا ما عملتش كده النهارده. هو ده اللي ما بيطلعش من المشكله. ده حقيقي. انت عارفه قصدي. وبعدين لما طب كلمينا انا سليم، ما انا عايزه بس اصدقائنا يشوفوا شكل البرودكت وقولي لنا طريقه اخده ازاي، وبرده للاطفال ناخده امتى، عرفينا كده. هو ده شكل العلبه. أوكي. هي دي علبه كبيره فيها 30 ساشيت. هو في علبه تانية اصغر؟ في علبه تانية اصغر 14 كيس. كويس. يعني اوكي. نص نص العلبه بس. طبعا احنا دايما بنفضل لما يكون كورس كامل على مدار الشهر ان هم ياخدوا العلبه الكبيره عشان تكمل معاهم الشهر. بس اقصد لو في حد عايز يزود او مطلوب له زياده ممكن يكمل بالعلبه الصغيره. بالظبط. ممكن. طبعا جدا. يكمل يعني. تمام. فده شكل العلبه، هيكون طبعا في الصيدليات او يتواصل معانا، احنا بنوصلها طبعا سواء في الصيدليات او من خلال الارقام. من خلال الارقام بالظبط موجوده على الشاشه. تمام. احنا الساشيت دي الارقام عباره عن 6 جرام. بالظبط. الساشيت عباره عن 6 جرام من الالياف. 30 كيس. 30 كيس على مدار الشهر. لو عايز مثلا ياخد مره في اليوم قبل وجبه الغداء اللي هي الوجبه الرئيسيه. تمام. او قبل وجبه الغداء ووجبه العشاء، او مثلا قبل عزومه ممكن كمان ياخد ساشيت، مثلا انا خارج مع اصحابي او خارج في عزومه مش عايز يقني ما يفتحش برضه. ما افتحش قوي. فممكن كمان قبل، يعني قبل العزومه او قبل الخروجه، ممكن كمان اخد ساشيت معايا في الشنطه. سهل جدا. على كوبايه ميه. الميه ساقعه، ميه فاتره، على حسب طبعا ما انا بشرب ميتي ازاي. كويس. واحط فيها، افضي الكيس في الميه واقلبه كويس، هلاقي ان حتى اللون اصفر كده شبه لون التانج يعني. فبيبقى طعمه حلو وشكله جميل. طعم الاناناس. طعم الاناناس. بالظبط. وبعديها بشرب كوبايتين ميه. بعد كوبايه الاناناس بشرب كمان بعديها كوبايتين ميه. ده هيساعدني ان انا احس بالشبع فتره طويله. حتى بعد ما باكل الوجبه بتاعتي، او بعد ما باخد وجبه الغداء او وجبه في الخروج او وات ايفر يعني، بحس ان انا شبعان على مدار اليوم. فطبعا ده بيساعدني جدا ان انا احس بالشبع في فتره طويله. حاجه كمان برضو في الاناناس، ان فيها انزيم اسمه البرومالين. الانزيم ده مستخلص طبيعي من الاناناس. الانزيم ده بيشتغل على الدهون اللي خزنها في الخلايا الدهنيه في جسمي. يخلخلها شويه. نحرقها. يعملها نخاله كده. يخلخلها كده. كويس. احنا بحس ان حتى لو انا بشتغل على الوجبه ان انا بدي نفسي احساس بالشبع فبقلل وجباتي، انا كمان بشتغل على الدهون المتخزنه في جسمي. هايل. عشان بعد فتره، حتى بعد ما اوقف الكورس، الاقي ان انا خسيت بشكل طبيعي ومش هرجع ازيد في الوزن بشكل بسرعه. او الدهون بقى اللي متخزنه في جسمي تبقى دهون معقده وكومبليكيتد ما تنزلش بسرعه. هايل. فالكورس طبعا بيساعدني جدا. غير طبعا في
كورسات تانية يعني. طبعا هي مشكلة الحرق عند شروق، في كورسات كتيرة الشركة بتقدمها وكورسات مكثفة علشان مشاكل الحرق أو مشاكل الجوع أو مشاكل يعني نفسية، كل الحاجات دي احنا طبعا بيكون ليها حلول عندنا في الفريق الطبي. طب قولي لنا بقى التواصل، عايزين نعرف طرق التواصل. احنا عندنا الأرقام قدامنا، وإيه كمان يا دكتور بالنسبة احنا موجودين التواصل. طبعا على البلاتفورم، أكتر بلاتفورم مشهورة يعني على السوشيال ميديا الفيسبوك. أوكي. احنا صفحة اون تارجت فارما على الفيسبوك. تمام. صفحة كمان دكتورة نهال حافظ على الفيسبوك. هناخد بقى بعد كده الصفحه الثانيه دي بتاعت الشركه اون تارجت فارما، دي بتاعت الشركه اون تارجت فارما على الفيسبوك، وعندنا كمان صفحه للانستجرام على الانستجرام اون تارجت فارما على الانستجرام، وفي صفحه ثانيه دكتور نهال حافظ دي فيسبوك برده، فيسبوك برده. اوكي. وطبعا احنا الارقام والواتساب وكل المتابعات يعني بنكون معاهم على كل البلاتفورمز اللي هم محتاجينها يعني. يعني انتوا كمان من خلال الارقام ممكن تواصل واتساب للي بيقول بيسال بتتواصلوا من خلالها، بنتواصل معاه بنتابع معاهم على الواتساب كل الحاجات يعني على كل البلاتفورمز احنا موجودين، يعني بحس ان احنا نسهل على الناس كل طرق التواصل هم محتاجينها. والله دي حاجه جميله جدا. طبعا طبعا يعني اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني بجد دكتور سالي فيكتور. دكتور سالي نورتيني وشرفتيني بجد، ان شاء الله في لقاءات ثانيه وهنفتح موضوعات ثانيه مهمه في موضوع التثبيت بقى، من نثبت الوزن بقى. صح. واسمحوا لي طبعا اشكر حضراتكم لحسن المتابعه، شكرا جزيلا من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم، ومن هنا الحلقه جديده اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.